بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بفضل من الله سبحانه وتعالى وبرعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد بن طارق مع وزير الأوقاف، وصلت إلينا اليوم الاثنين الموافق 25/4/2022 الدفعة 14 من لحوم صكوك الإطعام، وهي عبارة عن 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام يتم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي للمحافظة ليقوموا بدورهم بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. لذلك يكون إجمال ما وصل إلينا في محافظة الفيوم من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه 42 طنا. كل الشكر والتقدير لصاحب المعالي معالي وزير الأوقاف على اهتمامه بالأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. اليوم الاثنين 25/4/2022 تسلمت مديرية الأوقاف بالغربية 2 طن من لحوم صكوك الإطعام لتسليمها إلى مديرية التضامن بالغربية لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجا. ونشكر معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف على جهوده المبذولة في مشروع صكوك الإطعام، وكل عام وأنتم بخير.